ولنقاش هذا الملف حول استقالة مسؤولين حكوميين في ذقار إثر اللقاء الذي جمع المحافظ برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز. أهلا بكم سيدي. سيد علي عزيز، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، أهلا ومرحبا. مستشار محافظ ذقار لشؤون الشهداء والجرحى علي مهدي مع عدد من المعاونين قاموا بتقديم استقالاتهم بعد لقاء محافظ ذقار مع عادل عبد المهدي. كيف سينعكس احتجاج الموظفين في ذقار على الحراك الشعبي؟ نعم طبعا نبارك هذه الخطوة اللي اتخذوها الأخوان في المحافظة، محافظة ذقار، اللي هو المستشار المحافظ والشخص الثاني هو معاون المحافظ. طبعا ونتأمل ونأمل أنه هذه الخطوة يخطوها كل موظفين الدولة، كل الموظفين اليوم الموجودين ويأخذون رواتبهم من قبل الدولة العراقية، اللي هي أساس رواتبهم مدفوعة من قبل الشعب العراقي. يعني اليوم اللي احنا شفناه الحركة اللي قام بها محافظ ذقار بمصافحة عادل عبد المهدي، طبعا هذه المصافحة انه صافح انسان يده ملطخة بدماء العراقيين. اليوم شهداء تشرين اللي عددهم يزيد عن 1000 شهيد، وفقط من محافظته في زمن عادل عبد المهدي محافظة ذقار 150 شهيد من تشرين، ويصافحها وكأنما شيئا لم يكن. طبعا لم تستحي فاصنع ما شئت، هؤلاء لا حياء لهم، هؤلاء عندهم استعداد أن يغولوا أكثر وأكثر بالدم العراقي، وهؤلاء بالعكس احنا كنا نقول ونقولها الآن ونقولها في المستقبل كذلك، لكن إن شاء الله ما نوصل لهذا اليوم، هؤلاء مستعدين يقتلون نصف الشعب العراقي في سبيل بقائهم بمناصبهم وبكراسيهم. نعم. جالسين على كراسيهم. احنا نبارك هذه الخطوة. وكذلك الآن الوقت لا يزال لم يفت ولم ينتهي الوقت، ندعو كل الذين ساروا بركب الدولة العراقية الحديثة التي جاءت بها عصابات الغزاة الأمريكان ما بعد 2003، أقصد ندعوهم إلى مراجعة مواقفهم والاستقالة والتوبة وإعلان البراءة من كل هذه العملية السياسية والانضمام إلى صفوف الثوار. لم يبقى بين الثوار وبين النصر المبين سوى أيام معدودات، وإن شاء الله هذه السنة ما راح تعدي قبل ما نبصر هذا النصر الكبير إن شاء الله. إلى أي مدى تعكس هذه الخطوة اليأس من وعود الحكومة في التعاطي مع ملف الشهداء والجرحى لثورة تشرين؟ لا يوجد لدينا أي أمل بأي ملف تضع الحكومة يدها عليه. نحن بالنسبة لنا نعتبر هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها منذ العام 2003 ولحد الآن حكومات أتت لتحكم العراق بقوة السلاح الأمريكي، ومن ثم تم دعم الكثير منها من أحزابهم التي تمتلك الميليشيات من قبل العصابات الموجودة في إيران. فلذلك هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها هذه حكومات ضد الشعب، نحن لا نأمل منهم شيئا، ولا يشرفنا أن نتعامل معهم، ولا يشرفنا أن يضعون يدهم على أي ملف يخص الشعب العراقي. يعني إحنا اليوم سمعنا أنه محافظ ذقار صافح عادل عبد المهدي، طيب فما بال الشعب بالعديد ممن يصافحون كل يوم مصطفى الكاظمي؟ ومصطفى الكاظمي على فكرة أشد خطرا على الشعب العراقي وعلى الدولة العراقية من عادل عبد المهدي. مصطفى الكاظمي احنا ما ننسى كان شريك عادل عبد المهدي بكل القرارات اللي اتخذت من قبل اللجنة الأمنية اللي شكلها عادل عبد المهدي في حينه لقمع وقتل وقنص وغسل وخطف الثوار، وكان يعني شاهدنا كيف قام بدور الميل الأمريكي الصغير طبعا في وعد وقتل وقمع سوح الانتفاضة، لكن يعني هيهات. نعم. هيهات انه يتم قمعنا واحنا عائدين وراجعين ان شاء الله في بداية تشرين القادم. هل يمكن ان تسكت الثوار الوعود الانتخابية في هذه الحملة التي بدأها العاملين والفاعلين في العملية السياسية
هل تسكتهم وتنسيهم الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ بداية ثورة تشرين؟ نحن وجهنا كل قواعدنا من الثوار، ثوار تشرين الحقيقيين. اولا يعني خلي نوضح الامور ونسمي نسمي الامور بمسمياتها. اولا التوجه على كل بنايه، كل عمود يحمل صوره من صور الفساد، من صور الوجوه القبيحه المرشحه لهذه الانتخابات لتمزيق هذه الصور. هاي اعلناها ونعلنها بشكل رسمي. هذه الانتخابات من يغمس اصبعه بالحبر الانتخابي هذا دا يغمس اصبعه بالدم العراقي، بدماء شهداء تشرين. فلذلك الان احنا سوف نقف وقفه رجل واحد. سوف يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا علي عزيز، وهو مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير. عموما كان معنا عبر الهاتف من بغداد.